منطلقة ما شاء الله ما شاء الله. لا تونا قطعنا الكيلومتر، تونا قطعنا الكيلومتر، هذا أول كيلومتر من الثمانية كيلومترات ينتهي الآن. ونرى مشاهدينا الأعزاء في ثاني المراكز يأتي دور نوف للسيد حمد بن سلطان بن سيف المنصوري، والنقلة على اللي تليها مباشرة في المركز الثالث اللي هي اختبار للصغير بن عبد الله بن بدر العامري، بينما نرى في المركز الرابع يلا يا بن عفصان مشاركة على مستوى المحليات الأصايل والمهجنات هنا في هذا الشوط الأصايل من حاف لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري تحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس الطايف اللي هي لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. هجم الإعصار، هجم الإعصار في المركز السادس، غيرت خذت المركز الخامس ألا وهي نوف. الخوف منها نوف، الخوف من نوف يا جماعة، انطلقت من المركز السادس إلى المركز الرابع مباشرة، لا أخاطرها على المقدمة مباشرة، في خاطرها المركز الأول للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. غير الثانية متجهة للأول، يلا عاد بنكمل المركز السابع. المركز السابع نسيم لعبد المحسن بن سالم بن حمد بن بريك المري، واحد من ضيوفنا الكرام، الله يحييه ويحيي نسيم هذه الذلول اللي انطلقت على أرض ميدان المرموم، بينما اللي من الجانب الآخر في المركز الثامن اللي هي سيطرة لسامي بن محمد بن علي لوهيبي من سلطنة عمان الشقيقة. أهلا أهلا بأهل الجود والكرم، أهل السبق الله، أهل الإنجاز، جزاءت سلام شبابنا أخواننا أبناء سلطنة عمان الشقيقة. بينما المركز التاسع، المركز التاسع اللي تحت الاتحادية تعود ملكيته لعبد الله بن سيف محمد بن سيف لغفلي، وفي المركز العاشر هناك الشايبة سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء. ونرى نوف يا جماعة، حد شاف نوف شو سوت اليوم؟ حد يعني تابع بعينه بنظره الشخصي بعينه المجردة شو الانطلاقة اللي قدمتها نوف عندما نادينا بها في المركز السابع مفاجأة ومباشرة؟ ألا وهي إلا وهي تقترب من المقدمة وتحتل المركز الثاني ولها خاطر كبير في المقدمة مع شرايين اللي منفردة هناك من الجانب الأيمن اللي أخذت لها ناحية خاصة بها لا يملكها إلا هي في هذا الانطلاق. شرايين مشاهدين الكرام للسيد علي بن رضا بن علي الهاشمي المسيطر على الجزء الأيمن والجانب الأيمن من المضمار، ونوف اللي على الجانب الأيسر للسيد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. الثنتين شرايين في المقدمة، نوف في المركز الثاني، الملاحقة ثلاثة كيلومترات قطعناها. بنشوف ثالث المراكز لنرى نوف أيضا، نوف أخرى قادمة لحمد بن سلطان بن سيف المنصوري، بينما المركز الرابع اللي تحتله اختبار، اختبار يختبرون قدراتها اليوم وتختبر أرضية ميدان المرموم صغير بن عبد الله بن بدر العامري مالك ومضمن اختبار. وفي المركز الخامس اللي تليها مباشرة من حافل عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، بينما المركز السادس تأتي الطايف لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، واللي تلي الطايف مشاهدين الكرام في ثامن المراكز أو سابع المراكز هذه هي سيطرة للسيد سامي بن محمد بن علي لوهيبي من سلطنة عمان الشقيقة. والمركز الثامن طبعا المركز التاسع، المركز التاسع هذه مرة أخرى للاتحادية لعبد، هي الثامنة هذه الاتحادية الثامنة، إذن الآن في المركز الثامن لعبد الله بن سيف محمد بن سيف الغفلي. وفي المركز التاسع نرى الشايبة للسيد سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، والعاشر يأتي إعصارنا من جديد بأربع أسماء في هذا الشوط ما شاء الله، شعارات حتى خارج الإذاعة خارج العشر، اللهم زد له وبارك ما شاء الله تبارك الله. بداية في المركز العاشر براقة، بارك
بن محمد بن احمد بن شملان الفلاحي، وايضا برمجه لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وكذلك رقم 12 مركز 12 الشاهنيه محمد بن محمد بن زايد المنصوري. هذا يعني هجوم اعصار غربي خطير، اربع شعارات بأربع أسماء مختلفة مشاركة. هذا الشعار له مكانته يا جماعة في الرموز وفي المواسم الماضية وفي هذا الموسم، ونتمنى له ولكم جميعا أخوان أهل الهجن التوفيق. لا زالت الأمور مع شرايين، شرايين اللي شرايينها تضخ الدماء، توزع الدماء الأصيلة في أرض هذا الميدان وفي رقصها على أرضية هذا الميدان، منطلقة على الكادر الفوقاني أمامنا وعلى الهواء مباشرة. شرايين 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 من أحلى الشرايين، من أحلى الشرايين شرايين هذه. يا سلام للسيد علي رضا بن علي الهاشمي. اللي الآن يبدو أنها مسيطرة مصرة على مقدمة شوط ولن تسلم المقدمة بسهولة، مبين عليها أنها معاندة رافضة تسليم العهدة. يا سلام المركز الثاني نوف، نوف نوف الخوف منها نوف، هذه نوف اسمها من ثلاث حروف. يا سلام نوف تعود ملكيتها للسيد محمد عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. اللي خافوا منها تذكرنا بنوف، تذكرها ابو سلطان ناقة الامير سعود بن محمد الله يرحمه ويسكنه الجنة، ابو خالد الله فقدنا في السعودية، ورجل من اعظم رجالها وخاصة في ميدان هذا الهجن، الهجن في ميادين الهجن. الله يرحمك يا ابو خالد، الله يرحمك يا ابو خالد ويعوضنا بخير. المركز الثالث نشوف المركز الثالث من حاف للسيد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري في ثالث المراكز، ولكن انا اشوف انه كان هادي الشوط شوي. حركوا يا جماعه، وصلنا خلاص اخر منعطف الان. نوف وشرايين شاف خط النهايه مباشره، بينما المركز الرابع انا شفت لي شيء هناك انا ما ادري شو. المركز الرابع اللي تحتله مشاهدينا الكرام حامل رقم 23 الصغير عبد الله بن بدر العامري اختبار. المركز الخامس وجود الشايبه سالم بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز السادس براقه المبارك بن محمد بن احمد بن شملان الفلاحي، ايضا لها حساب ننتظر مفاجاتها خاصه وهي تحمل الشعار الغربي الاعصار المرعب في ميادين السباق. بينما اللي في المركز السابع اللي هي برمجة ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثامن الطائف اللي مع الفريق مصبح بن راشد الفتان. المركز التاسع دخول من الشاهنية أيضا خطيرة لمحمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. من هنا كثير قيم خطف ما شفته، عشرة 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 الظفرة لحيي بن يحيى حيي يا بعد حي يا حي ذكرتني بيا بعد حي يا حي حي. يا سلام اسم صراحة جميل يعنيني أنا شخصيا. حي للسيد مهمر سيد حي بن خلفان محمد بن خلفان الهاملي، الله يحييه ويحيي كل المنطلقين. الآن نعود إلى شرايين، وين شرايين يا جماعة؟ ما شاء الله شوفوا شرايين 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 يا بعد حي وميتي يا شرايين الله اسم جميل صراحة. وصلوك يا دكتورنا، انطلق الآن انطلق لا أعذار بعد الأمتار. خلاص 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 شرايين اللي بين أنها عنيدة عاندت شرايين شرايين شرايين. يا سلام يا سلام علي الرضا علي الهاشمي الدكتور علي الرضا، يلا انطلاق انطلاق انطلاق، ولكن الواصلين الهاجمين بداية هذا السرب المرعب والمزعج والملاحق لشرايين الشايبة سالم محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز الثالث وصلت أول مرة ذيعها العنود عبد الله بن سعيد بن
محمد بن مسعود بالأسود المري قادم من الدوحة من الشحانية. يا سلام، غيرت اللي على المركز الثالث الآن. حي السيد حي خلبان محمد خلبان الهاملي اللي مهمة انطلقت، وهناك الإعصار الغربي داوم 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 باشر باشر، وقع وقع سوى بصمة الدوام، انطلق إلى المركز الثاني من خلال وجود البراق المبارك محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. لكن شرايين يا جماعة، شرايين اللي انطلقت من البداية منذ أن أعلننا المراكز العشرة الأولى وبدينا بالمركز الأول في أول نداء وأول نداء، شرايين مسيطرة. هذه وين سلامة يا أبو سلطان؟ دبي 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 دار الحي. إخواننا السودانيين يقولون لك تجي شايب تمرق صبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، دبي 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 سلام، دبي سلام، دانت الدنيا دانت الدنيا، مدينة الذهب لؤلؤة الخليج. الله عروس آسيا، دبي 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 دبي، الله 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 الله. تهانينا تهانينا على فوز شرايين، وبإصرار وبقوة وبعزم وبثبات للدكتور علي رضا علي الهاشمي. سلام يا دبي، سلام سلام يا دبي، سلام يا حب العالم كله دبي. الله الله الله، هذه شرايين تصل من البداية إلى النهاية، لم تسلم عهدتها مقدمة هذا الشوط. تهانينا. المركز الثاني، المركز الثاني برمجة ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثالث البراق مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. المركز الرابع اللي مهمة لحيي بن خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي، الله يحييك يا بعد حي يا بعد حي. المركز الخامس عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء ونداءنا للمراكز الثلاثة الخمسة الأولى. بنشوف شرايين 12 دقيقة 49 ثانية أو 40 أبو سعيد 40 ثانية وجزء واحد من الثانية. تحية للوصلاوي والحاضرين والمميزين في هذا التميز. تهانينا للدكتور علي رضا علي الهاشمي على فوز شرايين بالمركز الأول، وإصرارها حقيقة يعني على بقائها في المقدمة من بداية التعليق وحتى خط النهاية، حتى أن أعلنت وصولها وفوزها. المركز الثاني 12 دقيقة حاضرة و49 ثانية وبدون جزء طبعا من الثواني. هذه برمجة للسيد ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، الشعار الغربي الذي أبحر في هذا الصباح في ميدان المرموم بقوة، بينما الثالثة أيضا إعصار غربي خطير. 12-49 سبع أجزاء من الثانية، اللي هي براقة المبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. هذه نتيجة الشوطين الماضيين. مشاهدي الكرام، كنت معكم أنا وأحييكم مرة أخرى في انطلاقتنا واستمرار انطلاق أشواط التميز للكبار، والبداية مع الزمول المحليات الأصايل. ويحال الميكروفون للأستاذ الزميل العزيز سالم بن سعيد بن حضيرم.